اجى هذا التركيز والاهتمام كلياته من وانا طفله صغيره، يعني من وانا صغيره بحب الرياضه وما رياضه. خلال المدرسه كانت عندي مدرستي ابتسام، كانت هي كثير مهتمه في، كنا نشارك في بطولات مدرسيه وعلى مستوى الوزارات. بعد ما خلصت المدرسه وانتقلت على مرحله الجامعه شاركت في منتخب الجامعه، وكنت اطلع معهم واشارك معهم بطولات خارجيه، ومع الجامعه طلعت اكثر من مره على الاردن، لعبنا اكثر من مباراه وطلعنا كمان على الامارات. أنا ديانا تعرفت عليها بمنتخب الجامعة، لعبنا يد مع بعض، لعبة محترفة جداً بتجنن، عندها إصرار مش طبيعي، عندها شغف بحب الطائرة يعني واصل للمليون، لعبة بتجنن، عندها الصاحق، جميع المهارات كرة الطائرة. احنا برضه بنواجه كاتحاد كره الطائره النسويه مشكله عندنا بصراحه في الموضوع استقطاب اللاعبات. العدد الأندية عندنا تقريبا بس انديه مشاركه في اتحاد كره الطائره، هدول طبعا بكونوا من الجامعات من المدارس، بتمنى انه يزيد عددهم، العدد قليل بالنسبه لانه مشاركات انهم الطالبه اللاعبات يشاركوا، بتمنى انه يزيد العدد يعني الموجوده. كرة الطائرة هي تفريغ طاقة قبل كل شيء، بلاقي فيها راحتي لما أكون متضايقة أو زعلان، هي الوحيدة اللي بتفشل لي غلة يعني من الآخر. غير هيك إنه أنا طموحي فيها لقدام إني أعمل فريق كرة الطائرة، إنه يعني أبلش مع أطفال ناشئين. فعلاً أنا عاملة فريق فراشات فلسطين في عصيرة الشمالية، طبعا الفئه العمريه اللي معي حاليا اللي هي من 10 سنين ل 14 سنه، بدربهم تدريبات يعني تدريبين بالاسبوع اللي هم الايام اللي بكون انا قاعده فيهم، ايام سبت وايام جمعه. وين ما تكون ديانا لازم يكسبوا المباراه، يعني خلص ديانا لها اثر كثير كبير في نفس الفريق اللي بتكون فيه. اولا بتعطي معنويات عاليه لنفس اللاعبات معها، وكمان شغله يعني هي زي ما تقول المحور الاساسي للفريق. أنا مركز في كرة الطائرة داخل الملعب اللي هو مركز رقم 4 على الضرب الساحقة، طبعاً هون بلاقي أكثر شيء حالي، أكثر مركز بحب ألعب فيه. الحلم الكبير أول شيء أني أكون دكتورة في الجامعة، وإن شاء الله هذا حوصل له، وأكون مدربة على مستوى عالمي. أول مباراة كانت إلنا كمنتخب ب 2016 لما طلعنا على الإمارات في أبو ظبي، كانت تجربة كثير رائعة، وكانت أول تجربة إلي يعني كدولة خارجية إن أنا بزورها لأول مرة. تعرفنا على فئات وعلى عينات يعني كثير مختلفة، واكتسبنا خبرات، يعني لعبنا مع فرق خارجية ثانية من دول أخرى، لعبنا مثلاً مع فريق لبنان، لعبنا مع الإمارات، لعبنا مع السودان. لاعبة ديانا تعتبر مميزة جداً، سواء بكل المهارات، تقريبا اغلب المهارات تتقنها في كره الطائره، دفاع، ضرب ساحق، عندها حائط صد،
بس عندنا الإمكانيات الموجودة هون كتدريب، فيش التزام عندنا، الاستمرارية في عملية التدريب مهمة جدا. فبتمنى إنه ديانة تلاقي مدربين يهتموا فيها أكثر، نادي يحتويها أكثر. ب 2014 ل 2016 لعبت مع فريق شابات فلسطين، وهو فريق تابع لمدينة جنين، كان المدرب عندنا اسمه سنان هنداوي. ب 2017 ل 2018 لعبت مع فريق مرج بن عامر، كان المدرب عندنا عبود رضوان من عزون. و 2019 لهذا الوقت لعبت مع نادي الزاوية، وكان المدرب عندنا طبعا هو معروف الأستاذ حسين القدومة. أنا شايفة أول إشي إنه أنا حستمر لاعبي، مثل ما بتعرفوا اللاعبين إنهم فترة محدودة بعدين خلص إنه بتبطل قدرته مثل أول، حستمر لاعبة للمستوى للوقت اللي بشوف حالي عنده خلص خلصت. بعد ما أخلص من اللعب وأكمل طموحي في اللعب بدي أكمل بفريق كرة الطائرة اللي أنا حالياً عم بشتغل عليه في قرية عسير الشمالية. بالنسبة لي أنا بشجع فريق سنجل وفريق القوات. الكباتن الأكثر إشي اللي أثر علي اللي هو الكابتن راني عصفور والكابتن أيمن عودة اللي هو من كفر ثلاث، هذول أكثر لعيبي يعني أثروا علي. وبالعكس إني لما أشوفهم أو في يوم من الأيام مثلاً يجي على بالي أفتح على اليوت أحضر فيديوهات أو أطلع كيف بعتوا مهارات معينة أو كيف كانوا يلعبوا، بالعكس أنا بصير عندي دافعية إنه أنا بدي أوصل للمستوى اللي أنتوا يعني اللي واصلينه حالياً، يعني نفسي يكون عندي الطموح اللي أنتوا وصلتوا له. أهم إشي تضلها مستمرة، أهم إشي، لأنه إذا وقفت يعني أولاً فلسطين، يعني ديانا معروفة بفلسطين لاعبة، يعني فيش حد بقدر يتخلى عنها، فلازم أهم إشي إنها تستمر بس، ولا هي ممتازة بكل مهارات كرة الطائرة. بتمنى انه تشوف نادي بصراحه يهتم فيها اكثر كنادي، وهي تضل برضه حتى لو ما في كان نادي هي تهتم بممارسه الرياضه، تروح على مجال التدريب اكثر، مجال التحكيم في كره الطائره، تلاقي حالها برضه كره الطائره اكثر. دور الاهل الحمد لله يعني ما عانت هاي المعاناه مثل بقيه اللاعبات، بالعكس كانوا متفاهمين وكانوا عنصر أساسي وفعال وكانوا الداعم الأول إلي، يعني وحتى كانوا يجوا يحضروا لمبارياتي ويشجعوني. ما تركز، هي ما تركز كلاعبة فقط، عرفت على إذا ما لاقت إنه في اهتمام كلاعبة تهتم تروح على ناحية التدريب، تطلع مدربة، تاخذ دورات التدريب أكثر، دورات تحكيم، تروح على التحكيم أكثر. بتمنى إنه بس ما تترك كرة الطائرة لأنها هي لاعبة مميزة.